القناة بين البحرين على طريق النيل إلى حوالي 1380 قبل الميلاد على يد سيسي الأول أو ابنه رمسيس الثاني. تصوري. حسابك تقل ابو علي، قفل على 20 جنيه. بقول لك حسابك تقل، والايام دي الحاله ماشيه بالعافيه. ايوه، مباحث امن الدوله. اه، مين انت في مباحث امن الدوله؟ انا عايز اي حد من كبار المسؤولين عندكم. انت هتاخد وتدي معايا في الكلام؟ وصلني باي حد من كبار المسؤولين، والا انا هحملك المسؤوليه كامله. معاك المقدم معتصم القلب. ايوه، مين معايا؟ انا اسمي حسن بهلول. ايوه بهلول، وعندي معلومات خطيره تهم الامن، وهي المعلومات الخطيره تتقال في التليفون برضو يا فندم. انا بتكلم من قهوه. ايوه فندم، من قهوه. والمعلم بتاعها حشري ومطرطق ودانه وبتنشى على اي كلمه يسمعها. لا يا فندم، انا ما اقدرش اجي لوحدي، المواصلات زحمه زي ما حضرتك عارف. يا ريت تبعتولي عربيه. لا يا فندم، بلاش البوكس، يا ريت عربيه ملاكي احسن. العنوان قهوه فتوح مولات على ناصر حرب برغوث يا فندم. برغوث برغوث. طب يا فندم، مع السلامه. بوري، ازيك يا ميمي؟ حسن بهنسي بهلول مع معاملة وافق. انت مالك ماشي بسرعة كده ليه؟ سرعة التوجه مطلوبة يا ابن الحلال. فاهمني ايه الحكاية؟ احنا برضو ولاد حتة واحدة. دي مسائل كبيرة يا معلم، خليك في حالك، روق القهوة نظفها، ولو عندك زبون شيل ممنوعات وزعه. تعرف طبعا الحكومة جاية. يا ابني يا حبيبي، انا قلبي عليك. وانت لو قلبك عليا كنت تقول الحساب تقل، لو قلبك عليا بصحيح ما كنتش تجيب ست الحساب دي خالص. مين فيكم اسمه حسن بهلول؟ في حد هنا اسمه حسن بهلول؟ معرفش. مين فيكم هنا اسمه حسن بهلول؟ انا حسن بهلول. هو حضراتكم؟ ايوه احنا. ولحقتوا توصلوا بسرعه ازاي في الزحمه دي؟ طبعا انتوا الاشراف بتاعكم خضر على طول. اتفضل معانا كده على طول من غير ما تشربوا شاي ولا تشدوا واحد بوري. يلا بسرعه، احنا مستعجلين قوي. طيب، السلام عليكم يا معلم. السلام عليكم يا رجاله. السلام عليكم. اتفضلوا. طب ما حدش عايز يوصل لابو تاتا المنيب، احنا معانا عربيه. اتفضل. اتفضل حضرتك. وايه الحكايه؟ دي حسن مسكوب امن الدوله. دي حسن مسكوب امن الدوله. محروس محروس، وبتوع امن الدوله خدوه ليه يا محروس؟ هما ما خدوهوش، ده هو اللي بعت جابهم عشان ياخدوه. تلاقيه عمل حاجه وبلغ عن نفسه، ما انت عارفاه. ما تتكلم كلام عاقل. ما تعرفيش ايه الحكايه يا هناء؟ انا زي زيكم، ده سر كله معاك. بقول لك يا ست هناء، ما تنزلي تشوفي له واسطه ولا شدي له محامي. ممكن ولع لو سمحت. لو سمحت يعني. يا فضيل، يا فضيل، خد يا فضيل. اتكلم، قول على فضيل. قول على فضيل. حضرتك على فضيل؟ مين اللي بيقول على فضيل ده؟ Thank you.
اتفضل اتفضل. سعيد انا. تعرفش مين عبد الفضيل؟ سعيد. انت يا حيوان! انت! اتكلم! انا شايفكم مسؤولين. ابقى اجي وقت تاني. ايه بقى الاخبار الخطيره اللي عندك يا اخ حسن؟ حضرتك عارف مصنع البلاستيك اللي في الطريق الصحراوي عند كيلو 38؟